السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ إن شاء الله يا رب تكونون بخير وبأحسن حال. ورجعت لكم بفيديو جديد وجولة جديدة. جولتنا اليوم بمنتجع وبارك ألف ليلة وليلة. تعالوا ويانا بهاي الجولة. منتجع وبارك ألف ليلة وليلة في مدينة بغداد بمنطقة الأعظمية، وهو يعتبر من الوجهات السياحية المميزة بمدينة بغداد. البارك به مركز تجاري ضخم يضم 55 متجر، وبه شاليهات سياحية عائمة، وبه سينما بالهواء الطلق، وبه ممشى نهري بتصميم عصري، وصالة للألعاب، وجلسات خارجية بإطلالة مميزة على نهر دجلة، بي مطاعم عائمة، وبي تقريباً 15 مطعم ومقهى، ومسطحات مائية، ومساحات مخصصة لإقامة الفعاليات والأنشطة. وأترككم تستمتعون بمشاهدة الفيديو وتستمتعون بجمال منتجع وبارك ألف ليلة وليلة. مشاهدة ممتعة. Thank you.
Thank you.